عندما تقترب النفخة الأولى يرسل الله تعالى ريحا لينة ألين من الحرير، لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى، وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي، ليس على ظهرها احد حي الا الله. الكل نام تحت التراب، لا روسيا ولا امريكا ولا المانيا ولا انجلترا ولا الصين ولا فرنسا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وعندما تخلو الدنيا وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يقول الله تعالى: يا ملك الموت من الذي بقي من الخلائق؟ الإنس ماتوا والجن ماتوا والملائكة ماتت. الملائكة عندما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة لسنا نفوسا وإنما نحن أرواح طاهرة. فنزل قوله تعالى كل من عليها فان، قالت الملائكة لسنا على الأرض إنما نحن سكان السماء. فلما نزل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، خرت الملائكة ساجدين لله وقالت سبحان من له البقاء وحده. ماتت الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الأرض وما فوق السماء إلا ملك الموت يسأله الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت. يقول: إلهي، لم يبق إلا جبريل ولو وإسرافيل وعبدك الماثل الآن بين يديك. فأقول له: الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت. فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل وإسرافيل: وأنا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت. فيقبضها. اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت. فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت، فيقول: لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله: مت يا ملك الموت، مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، وعندما يشعر بسكرات الموت يقول: وعزتك وجلالك، لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لخلقت منك ان تعافيني من قبض ارواح العباد. ويموت. ويموت. يموت ملك.
عرشها. الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والآشار عطلت والبحار فجرت والنفوس زوجت. السماء كشفت، الجنة أزلفت، الجحيم سعرت. ينظر ربك إلى الدنيا وهي خالية، فيقول يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين بحارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا دنيا يا تسيا، أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين سكان البيت الأبيض؟ أين حكام الكرملين؟ أين سكان عبدين وقصر الدين؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر، هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائر؟ فأشارت فإذا للدود عبس في المحاجر، ثم قالت أيها السائل إني لست أدري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان، افهذا منتهى الامر؟ فقالت لست ادري، ايها القبر تكلم واخبريني يا رمام، هل طوى احلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري من هو الميت من عام ومن مليون عام ومن مليون عام. فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين، تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. فكم توالى الليل بعد النهار وطال بالأنجم هذا المدار، فكم توالى الليل بعد النهار وطال بالأنجم هذا المدار. فامشي الهوينا امشي الهوينا، إن هذا الثرى من أعين ساحرة الإحرار. لمن الملك اليوم يا من يحار الفهم في قدرتك؟ لمن الملك اليوم يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندلي. الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم
لا ظلم اليوم، لا محاكم للشعب، ولا محاكم للثورة، ولا محاكم للغدر، ولا محاكم لأمن الدولة العليا. إنما المحكمة اليوم لواحد، هو الواحد، هو الواحد. إذا وقفت بين يدي الله ونودي على اسمك لتتمثل في ساحة القضاء العادل، وقلت يا رب لما لم ترسل إلي إنذارا بحضور الجلسة، قال لك الله لقد وصلك الإنذار وكنت تقرأه في اليوم 17 مرة. ألم تقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة مالك يوم الدين؟ هذا هو يوم الدين وأنا مالكه. إذا قلت يا رب من الذي أوصلني الإنذار؟ قال لك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. إذا قلت يا رب دعني ليحضر الشهود، سيقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا قلت يا رب دعني لأوكل محامي يدافع عني، سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اذا قلت يا رب اسمح لي ان ادفع كفالة مالية او شخصية، سيقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اذا قلت يا ربي ساستهدف الحكم، قال لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. الى اين يا رب؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتقول هل من مزيد. أتدرون كم سنة أوقد الله جهنم؟ روى الإمام الترمذي رضي الله عنه في حديث صحيح أن الله أوقد نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يوما إذ سمعوا وجبة شديدة، ومعنى وجبة أي سمعوا صوت ارتطام جسم ثقيل كأن قصرا شامخا قد اندك عنقه. قال أصحابه ما هذا الصوت يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى إنه صوت صخرة ألقيت في نار جهنم 70 عاما لم تصل إلى قاعها إلا الآن. 70 عام. اتقوا النار، اتقوا النار، انه لقول فصل وما هو بالهزل. انما هذا الكلام انذار، وبين نور الوعد ونيران الوعيد يجب ان ندعو الله رغبا ورهبا. إن الله تعالى أرسل جبريل ذات يوم إلى الرسول المصطفى وقال له يا رسول الله إن السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ أبا بكر من ربه
السلامة وقل له يا أبا بكر ربك يقرئك السلامة ويقول لك هو راض عنك، أنت راض عن الله يا أبا بكر؟ ومع ذلك أتدرون ماذا كان جواب أبي بكر؟ لم يتسرب الغرور إلى سويداء نفسه، ولم يقتحم الإعجاب ملكات قلبه، إنما قال أبو بكر: وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ والذي بعثك بالحق يا رسول الله، إني لا آمن مكر الله، يعني انتقام الله، ولو كانت إحدى قدمي في الجنة.